نبدأ بقى ملفاتنا يمكن شويه. انا بتكلم في الكوره مع نجوم الكوره، هنتكلم شويه في الكوره اكيد، وعلى مكسب الزمالك امبارح، وعلى مكسب بيراميدز اكيد المؤثر جدا في مسيره المنافسه. بقت المنافسه ثلاثيه ما بين زمالك وبيراميدز واهلي. ولكن اروح مع استاذ عبد الشافي على الخبر يمكن اللي المستشار مرتضى منصور يمكن اختصنا بيه في بدايه الحلقه، لما قال ان الزمالك سيتقدم بشكوى لدى الفيفا فيما يتعلق بمستحقات مصطفى محمد. مصطفى محمد المفروض ان الزمالك يجي له 4 مليون دولار، تم ارسال 3 مليون دولار و800 الف دولار، يعني ناقصين 200 الف مش معروف هم راحوا فين اساسا، والمفترض مين اللي خدهم في الايام التعاقد مع مصطفى. اعتقد كانت اللجنه الاولى اللي كانت ماسكه نادي الزمالك، صح كده، كانت اول لجنه، صح، اللجنه الاولى. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان في بند وشرط جزائي الزمالك بيتمسك بيه بالحصول على 500 الف دولار يضافوا الى ال 200 الف دولار، فيتمسك الزمالك في هذه الشكوى ب 700 الف دولار بيتقدم بيهم بشكوى غدا ضد نادي جلاطة سراي. بص، ده احنا تعودنا من المستشار مرتضى منصور استرداد حقوق الزمالك. مفيش حق لنادي الزمالك بيسكت عليه، ودايما بيسترد الحقوق، ودايما واقف في مصلحه الزمالك. فالمستشار مرتضى منصور مش غريب عليه انه يدور على حقوق الزمالك، وفي عقد، والعقد شريعه المتعاقدين بين الزمالك وبين النادي التركي وبين اللاعب عقد ثلاثي، وفي الشرط الجزائي ده انك انت هتدفع 4 مليون دولار مقابل انك انت حق البيع. نعم. حسب الشرط الموجود. وشرط جزائي ده اللي في حاله التاخير او في حاله الاخلال ببند من البنود، او اخلال بند البنود، فانت بعت 3800، يبقى انت اخليت بالعقد. فمن حق الزمالك انه يلجا للاتحاد الدولي عشان يسترد حقوقه. الحاجه الثانيه كمان، مصطفى محمد، يعني مصطفى محمد دلوقتي عنده مشكله في تركيا. المدير الفني اللي جه قال مش عايزه، وهيتم اعارته لنادي تولوز الفرنسي. دي قضيه تخص النادي التركي لا تخص نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك ليه 14 مليون جنيه عند النادي التركي هيحصل عليها، يعني هيحصل عليها بدليل قضيه كهربا. كل الناس رهنت ان عقد كهربا مزور الا المستشار مرتضى منصور، والا امير مرتضى منصور، والا نادي الزمالك واداره نادي الزمالك اللي قالت الحق وقدرت تاخد حقها من قضيه كهربا اللي هي درس للجميع. ما حدش يقدر يفكر ياخد لاعب من نادي تاني، درس لكل الانديه. عاوز تهربه، ده حتى النادي اللي خد كهربا اعلن تفليسه وتم غير موجود في على الخريطه. في هو حتى معروف عنه القصه دي، يعني ما هو ده السبب. ده سبب من الاسباب انه النادي اعلن افلاسه، والاتحاد الدولي وقع عليه غرامات كتير، لان النادي ده بيبقى كوبري للعيبه ومشهور عنه، مشهور كده، عنه كده. نعم. عشان كده افيس ما بقاش في افيس. وتم، والراجل الاعمال الصيني ساب برتغال ومشي. فاللي عاوز اقوله ان هو بيدور على حق الزمالك، هياخد حق الزمالك. وطالما قال، وبعدين لازم يقول للنادي التركي، هل في فلوس انت بعتها قبل كده ومش حدش عارف راحت فين؟ طب وليه بعت 3800؟ ليه ما بعتش ال 4 مليون؟ اين مصير ال 200000 دولار؟ ال 200000 دولار راحوا فين؟ هل حضرتك ده جبت بيهم مثلا لبس الحد واحنا مش عارفين؟ فدايما المستشار مرتضى منصور بيبحث عن هل هناك كانت اتفاقات جانبيه؟ ده ما هو ده المفروض النادي التركي يعني يجاوب عليه. يعني انت تقول لنا، هل حضرتك اتفقت مع حد في لجنه سابقه مثلا على هذا الامر؟ ما انت عارف اين مصير واين ال 200000 دولار راحوا لمين؟ انتقال مصطفى محمد لتركيا انتقال تم فيه ضجيج كتير وغموض كبير. واحد طلع قال لك اصل نسيت العقد في العربيه، واحد طلع قال اصل ما بعتناش مش عارف ايه، اصل ما كتبناش. فكان في غموض حوالين الصفقه كلها، يعني اللجنه اللي كانت موجوده تدير النادي، وواحد كان كل شويه يطلع في الفضائيات، انا ما اعرفش هو كان بيشتغل ايه، فيها غموض الصفقه. نعم. عشان كده النادي التركي لازم يوضح الصوره لنادي الزمالك ويقول لهم ال 200000 دولار دي فين، لان واجب على النادي التركي وحق للزمالك لازم ياخد.